عصام يوسف. كفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم 15 من العباقرة، مين يا ترى اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي هيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 5640 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا النقط لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو فازوا في المباراة الثانية على مدرسة النصر للبنين 105-95 من محافظة المنيا، راحوا كلية مدرسة مغاغة ثانوية بنين. مدرسة مغاغة ثانوية بنين هي إحدى مدارس إدارة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا، تأسست عام 1926 وتعد من أقدم قلاع العلم في المنيا. تخرج فيها عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية، شاركت على مدار تاريخها في جميع المسابقات والمناسبات، ونالت عدداً من الأوسمة والشهادات في كافة المجالات والأنشطة. هيمثل مدرسة مغاغة الثانوية بنين في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحد فيهم يوسف وليد. تعرفت على حسن من بداية الموسم ده وكان بيشجعنا وبيدعمنا، وإحنا الاثنين حلمنا مشترك إننا ندخل كلية الطب، وبإذن الله نقدر نحقق حلمنا مع بعض. إيساف أيمن. محمد محمود شخص مجتهد جدا ومتميز على المستوى الشخصي والعلمي، كان ليه دور كبير في حسم الماتشين اللي فاتوا، ان شاء الله يكون ليه دور في حسم ماتش النهارده. الحسن شهاب. انا عارف اساف من السيزون اللي فات وكان بيزودنا معلومات وقدر يوصلنا الدور الثمانيه، وان شاء الله يقدر يوصلنا الدور نص النهائي ويحافظ على مستواه. محمد محمود. بالرغم ان يوسف اصغر مني لكن بقدراته قدر يثبت انه يستحق مكانه في الفريق، يا رب يساعدنا في ماتش النهارده ونوصل مع بعض للمربع الذهبي. مغاغة المنيا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يوسف، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في اداء مغاغة الماتش اللي فات؟ والصراحه ما قدمناش يعني كل مجهودنا لكن الحمد لله ربنا وفقنا، يعني العجله ما حدش خد فيها ولا سؤال. انتوا كسبتوا لكن مش راضيين عن الاداء. فرق 10 نقاط والمباراه كانت صعبه، والمباراه الاولانيه 125 المباراه الثانيه 105، يعني انا شايف ان السكورات بتكسبوا ولكن بسكور قليل. إساف تفسيرك لده ايه؟ هو يمكن عشان احنا ساعات التوتر بيخلينا نضيع اسئله سهله، وان احنا كل ما بنطلع دور عن دور الاسئله بتبدا تبقى اصعب. يعني كل ما بنعلى دور بنحاول ندي مساحه صغيره جدا للحظ، اللي عنده اجابه لسؤال معلومته موجوده بياخد النقاط. الحسن، زي حضرتك مصطفى، احتفلتوا طيب بعد الماتش اللي فات؟ ما كانش في وقت يعني عشان نحتفل. لا، وانتوا راجعين المنيا؟ مشوار. مشوار انا عارف، بس قبل المشوار ده ممكن نزلنا اكلنا معه. ايوه، هو ده اللي بدور عليه. اكلته ايه بقى؟ كشري. كشري. احتفلتوا بالكشري؟ فانتوا كلتوا كشري، ركبتوا الاتوبيس، نمتوا، صح؟ بالظبط، هو ده السيناريو. محمد محمود، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. متوقع ايه من ماتش النهارده؟ والله كل خير، الفريق الأحسن هو اللي يكسب. وانت أكيد عايز تبقى الأحسن، طبيعي إن شاء الله. هنشوف انتوا الأحسن ولا لا، يا رب. على موم وصولكوا لدور الثمانية في حد ذاته نجاح كبير. الحمد لله، بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نحيي كلنا مدرسة مغاغة المنيا القديمة. أما المدرسة الثانية واللي مشرفانا في الاستوديو فازوا في المباراة الثانية على مدرسة رويال هاوس 220-70 من محافظة دمياط، نلعب كلها مدرسة اللوزي الثانوية بنات. مدرسة اللوزي الثانوية بنات تتبع إدارة دمياط التعليمية،
أنشئت عام 1944 وكانت حين ذاك أول وأكبر مدرسة للبنات في الدلتا. تهدف المدرسة إلى تنشئة جيل متفوق علمياً ومبدع فكرياً ومواكب للتكنولوجيا الحديثة. تخرجت في المدرسة مجموعة من الأعلام والرموز النسائية في مصر، نالت مراكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. هيمثل مدرسة اللوزي الثانوية بنات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم شروق عماد. إسراء شخصية مميزة ودؤوبة جدا، عندها ما شاء الله كم كبير في المعلومات العامة والأدب، وأنا أتمنى لها التوفيق سواء في العباقرة أو في أي حاجة تانية في حياتها. سلمى الطرحاوي. اتعرفت على ملك في تيم العباقرة وهي شخصية جميلة جدا ولطيفة وكمان بتشتغل بكل حب، وأتمنى لها التوفيق في حلقة النهاردة. إسراء تونجي. أنا تعرفت على سلمى من خلال مسابقة العباقرة. سلمى إنسانة مجتهدة جدا وطيبة قوي وما بتظهرش أي جهد في اللي هي تساعد اللي حواليها، وأتمنى إن صداقتنا تفضل مستمرة لما بعد برنامج العباقرة. وملك ياسين. شروق شخصية جميلة جدا ومجتهدة سواء في العباقرة أو عموما، وهي ذاكرت واستعدت كويس وأنا أتمنى لها كل التوفيق. اللوزي الثانوية بنات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احكوا لي إحساسكم إيه بعد 220 الماتش اللي فات؟ مبسوطين ودي حط علينا ضغط ان احنا نبذل مجهود اكتر ويفضل ادائنا كويس. احتفلتوا ازاي طيب؟ مفيش وقت لازم الماتش اللي بعده. مفيش وقت على طول. مفيش كشري؟ لا مفيش كشري؟ لا. شروق اول مشاركة في دور الثمانية، فسري لي بقى. هو كان في الاول كنت شايفة ان انا محتاجة ابذل مجهود اكتر عشان اقدر ان اكون اشارك في البرنامج بشكل اساسي، فكان لازم اشتغل على نفسي شوية. مين صاحب القرار؟ نتشارك الماتش ده. مش مهندس عمر الأباني. عمر الأباني مدير الفني. ده اللي أنا كنت خايف منه. لا بالتشاور مع محمد. هو بالتشاور الموضوع بيمشي بينا بالتشاور عموما، مش حد معين يعني، مش حد ديكتاتوري. لا هو ديكتاتوري. شفتي مالك قالت لك ايه؟ هو ديكتاتوري. ديكتاتوري أنا عارف. بصي بقى، أنا سمعت إن أنت بتقولي شعر حلو، الكلام ده مظبوط ولا دي إشاعة؟ لا مظبوط إن شاء الله. مظبوط؟ إن شاء الله. طب هنسمع إيه؟ قصيدة عن المعلم. رائع، فضلي. النور من بين الأنامل أشرق، والعطر من بوح اللسان تدفق، السيف والقلم المنير تعانق، علما وتربية وأدبا مطلقا. أمعلمي أمعلمي بوركت من رب الورى، كالصقر تمضي شامخا ومحلقة، أنت الوريث بفكره لمحمد صلى عليه الله ما غيث ثقى. قالوا المعلم شمعة، لكنهم ما أنصفوه بقولهم أن يحرق، فالشمع يذوب بل يذوب بناره، ومعلمي يبقى كشمس مشرقة. أولاً اختيار المعلم طبعاً ده اختيار موفق جداً ورائع. هو عشان يعني بمناسبة يوم المعلم، وإن المعلمين عموماً هم الأساس وهم اللي بيبنوا في شخصية الطالب من هو صغير، لهم تأثير كبير جداً في شخصيته وفي صح. إنهم يبنوا عقله. كاد المعلم أن يكون رسولاً. بالضبط كده. سلمى. أيوة. جاهزة؟ إن شاء الله. إسراء تقولي إيه لفريق مغاغة؟ مش عايز مجاملات بقى وكلام ده. احنا في دور الثمانية. هو ان شاء الله الماتش هيبقى لطيف يعني. الماتش هيبقى لطيف؟ ان شاء الله. في دور الثمانية محدش بيبقى لطيف خالص. صح. خالص. ولا ايه رأيك يا ملك؟ هم اكيد تعبوا واستعدوا واحنا تعبنا واستعدينا كويس، وبالتوفيق للجميع. تمام. تعليمات الأباني كمدير فني الدكتاتور يا ملك. طبعا ده من وجهة نظرك. هو عارف انه دكتاتور. لا يعني قال لكم ايه بعد الماتش اللي فات؟ لان برضو انتوا جبتوا سكور 220، فاكيد كان ليه رد فعل. عايز اعرف قال ايه. هو احنا ما قضيناش وقت كتير في الاحتفال وان احنا نفرح، لا احنا فرحنا واحتفلنا ولكن استعدينا بقى النهارده. بس واضح ان هو عامل لكم معسكر مغلق، بعدين كمان جايب ناس من العباقره كتير جدا يشجعوا، يعني عاطف وعمار وحازم، يعني عامل لكم دوشه. ما نشوف الدوشه دي اخرتها ايه. اللوزي بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة اللوزي.
النهاردة عندنا مباراة مهمة في دور الثمانية والعبقرة مدارس في الموسم الخمستاشر، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها كالعادة هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: في أي محافظة مصرية تأسست مدرسة العباسية الثانوية العسكرية عام 1910؟ ومش كنت لسه هقول كلمة بس انت مستعجل. إجابتك جيزة؟ مش في القاهرة ولا في الجيزة. بعدين العباسية فين؟ قاهرة. بالظبط كده. طب قلت جيزة ليه؟ عشان مش في القاهرة ولا في الجيزة. إجابة خاطئة. مستعجل ليه؟ ده سؤال السرعة. تم افتتاحها بحضور الخديوي عباس حلم الثاني وتسمت على اسمه. اتخرج فيها مين بقى؟ الكاتب الكبير توفيق الحكيم والسباح العالمي عبد اللطيف ابو هيف والمعلق الراحل العظيم محمود بكر والكاتب الساخر احمد رجب الله يرحمه، وناس كتير جدا اسماء عظيمه. فين بقى؟ فين؟ اسكندريه. انت بتساليني؟ اسكندريه. إجابة صحيحة. إيه رأيك يا شروق؟ إحنا نبدأ إن شاء الله. Ladies first، هم عارفين كده يعني. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. إمتى شكر؟ أدب إن شاء الله. جغرافيا، والسؤال هو: يقع خليج جورجيان بإحدى البحيرات العظمى، فما هي؟ طول الخليج 190 كيلومتر وعرضه 80 كيلومتر. يعتبر الذراع الشمالي الشرقي للبحيرة دي. إجابتك سوبيرير؟ سوبيرير طبعاً. إجابة خاطئة. الحسن؟ هارون. الحسن إجابة صحيحة. أول عشر نقاط مغاغة. إيه رأيكم؟ أنت شكر؟ تاريخ. تاريخ. جغرافيا، والسؤال هو: في أي من دول عرب آسيا يقع كهف بيستون؟ الكهف ده طوله حوالي 100 متر وارتفاعه حوالي 10 متر. بيحتوي على أعمدة اتشكلت من الكريستال. لقوا فيها بقايا عظام تعود للعصر الحجري. إيساف إجابتك سلطنة عمان. سلطنة عمان في إجابة تانية صح؟ مش متأكدين. سلطنة عمان إجابة خاطئة. فرصة التعادل ترجعوا سؤال الجغرافي. إسراء؟ العراق. رجعت سؤال الجغرافي. إجابة صحيحة، هي فعلاً العراق. تعادل 10-10. اللوزي، تاريخ، والسؤال هو: أطاحت ثورة 1944 بالديكتاتور خورخي أوبيكو في إحدى دول أمريكا الوسطى، فما هي؟ انتفاضة شعبية أطاحت بالديكتاتور ده بسبب منحه امتيازات اقتصادية لأمريكا وسحب الأراضي من السكان الأصليين. دول أمريكا الوسطى. إجابتك نيكاراغوا. إجابة خاطئة. في يونيو عين مجلس عسكري من ثلاث أشخاص ولكن تم إسقاطه هو والمجلس بعد كم شهر. إيساف إجابتك بنما. بنما يا إيساف إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5: غواتيمالا، السلفادور، كوستاريكا، بليز. مين هياخد الريسك؟
غواتيمالا، مغاغة، تاريخ ودوس على البصر. تاريخ والسؤال، من هو أول حاكم للإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 800 ميلادياً؟ أعلن البابا ليو الثالث في كنيسة القديس بطرس الحاكم ده إمبراطوراً للرومان، وده بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وتفكك البيزنطية. إساف إجابتك. فرانسيس الأول؟ هو الأول بس مش فرانسيس. إجابة خاطئة. مين بقى؟ قسطنطين الأول؟ هو برضو الأول بس مش قسطنطين. إجابة خاطئة. الأربع اختيارات قصادنا على الشاشة بزائد 20 أو ناقص 10. كارل الأول، لامبرت الأول، أوتو الأول، فريدريش الأول. إساف إجابتك. أوتو الأول. إجابة خاطئة. الإمبراطور كارل الأول. طبعاً العشر نقاط مغاغة، هنبتدي من نقطة البداية. هاردلك دلوقتي، عندنا سؤال في الأدب. بنات اتفضلوا دوسوا على البازر. أدب والسؤال هو، أديب أمريكي مؤلف رواية فئران ورجال، فمن هو؟ Of Mice and Men اتنشرت 1937، بتحكي عن مزارعين بيتنقلوا من مكان لآخر بحثاً عن فرص عمل في فترة الكساد الكبير في أمريكا. أديب أمريكي مهم جداً. مهم جداً. إسراء إجابتك. همينجوي؟ إرنست همينجوي طبعاً. إجابة خاطئة. الأسئلة بقت صعبة، إحنا عارفين. دان براون. دان براون إجابة خاطئة. 1937 مش ممكن يبقى دان براون. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10. أدجر ألان بو، جون شتاينبيك، بول أوستر، ويليام فوكنر. عناقيد الغضب. جون شتاينبيك. في الثانية الأخيرة إسراء خطفت 20 نقطة. إجابة صحيحة. استنيتي كل ده ليه؟ كان تايه عن بالي بس ما كنتش فاكرة الاسم. 20 نقطة النتيجة اتغيرت 30. اللوزي دمياط، مغاغة المنيا مفيش نقاط، وعندكم سؤال في الأدب. أدب والسؤال، من هو الشاعر العباسي مؤلف قصيدة لقد طال في رسم الديار بكائي؟ وقد طال ترددي بها وعنائي، كتبها في مدح هارون الرشيد. خلاص بقت سهلة كده. حسن. أبو علاء المعري. أبو العلاء المعري مكانش بيمدح حد. حسن إجابة خاطئة. متلبي. خسارة. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. البحتري، أبو نواس، ابن الرومي، أبو تمام. شاعر الخمر. أبو نواس. هما بيبقوا عايزين بس المعلومة. إجابة صحيحة. 10 نقاط. برافو عليك يا ملك. 40. اللوزي دمياط مفيش نقاط عند مغاغة المنيا. لوزي علوم والسؤال،
عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر دولي في باريس عام 1986 لمكافحة أحد الأمراض الفيروسية. فما هو؟ فيروس إيه؟ الإحصائيات بتقول حوالي 10 مليون شخص مصاب في العالم بالمرض ده، أغلبهم من إفريقيا. إيبولا؟ لا، ومصمم الأباني مصمم يعني. طب مالك رجعت لورا كده واتخضيت ليه؟ سلمى 10 نقاط، إجابة خاطئة. مش هقول معلومة تانية عن المرض. السرس؟ لا، ده سهل، السؤال ده سهل. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. الحصبة، الإنفلونزا الإسبانية، الإيدز، الزهري. بيهاجم جهاز المناعة. الإيدز. طبعاً إجابة صحيحة. أيوة صحصحوا. طبعاً الإيدز. 10 نقاط، وعندكم آخر سؤال في الفقرة علوم. والسؤال هو: نسب فارس ترامبلر للعالم الأوروبي روبرت ترامبلر، فما هي جنسيته؟ كان بيدرس سطوع العناقيد النجمية علشان يحدد حجم المجرة. نشر فهرسه 1930 واحتوى على 37 عنقود نجمي. فرنسي؟ فرنسي. إجابة خاطئة. بريطاني؟ مش بريطاني. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. هولندي، بلجيكي، مجري، سويسري. سويسري. بلجيكي. بلجيكي بناقص 5 نقاط. ويوسف سويسري بزائد 10 نقاط. إجابة صحيحة. هو فعلا سويسري. 10 نقاط. 20 مغاغة المنيا، 40 اللوزي دمياط. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الرئيسي لتطوير مدارس مصر بمختلف مراحلها. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.